نقول يا شباب ودعنا صلالة 2016. نعم سيد، اليوم انتهت الرحلة وأجواء جميلة، السنة أحلى خريف حضرنا. بس سيد ما تصدق على الميكروفون والكرم. والله ماشي على قول شبلي، والله ماشي الأجواء طيبة وده الشباب مصبح من اسمه مصبحوي عاش. والله الحمد لله رحلة الصراحة كانت ممتعة. يعني استمتعنا بأجواء الخريف. نعم. وهاي آخر لحظات، يعني آخر لحظات الخريف اللي. لكن دهدموا الجدول ترى. ما دهدموه. هذا باي باي. ترى روحوا. باي باي. ترى السيارة بسرعة. جبت يومان إيه. يومان مين؟ لا لا لا. شلون؟ أيوة وصخوا العالم. أيوة.